والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بألف خير وأفضل حال. وفيديو النهاردة هو ازاي ممكن تعمل يعني مزرعة بط عن طريق دكر وبطتين أو دكر وبطة واحدة، طبعا كل واحد على حسب إمكانياته. البط اللي قدامكم دوت ده بلدي على مسكوفي، تمام. طيب اللي بيميز البط ده ايه؟ أول حاجة اللي هو بيكون تحويله أعلى من البلدي، يعني بمعنى أوضح يعني الدكر البلدي ممكن يديك 3 كيلو، ده ممكن يديك 4 او اللهم صل على النبي، البطة البلدي ممكن تديك كيلو، كيلو وربع، كيلو ونص، على حسب. هنا البطة ممكن تديك 2 و2.5، تمام. البطة ديت بلدي على مسكوفي، والبطة اللي هناك دي برضو بلدي على مسكوفي، والدكر بلدي على مسكوفي، تمام. وطبعا انا مجهز لهم المكان اللي هما يبيضوا فيه. طب ازاي نعرف ان البطة اصلا مبشرة بالبيض؟ لو ركزتوا في البطة اللي هناك دي هتلاقي ان هي وشها احمر، بس كده هبعد الدكر اهي، هتلاقوا ان هي وشها احمر كده، تعرف ان البطة خلاص قربت تبيض، تمام. انا جايب البطة دي اصلا شغالة، لكن البطة ديت لسه مبشرتش، لسه اول شغل ليه. والدكر برضو ان شاء الله انا جايبه شغال، وما شاء الله جايبه من ناس يعني موثوقة جدا، وحاجتهم ما شاء الله سلالتهم نظيفة جدا. فانا حبيت طبعا ان انا اعمل السلالة لنفسي عن طريق البط ده، تمام. طيب دلوقتي البطة البلدي عمر يوم بتتباع الواحدة ب15 جنيه، تمام. في لما صلى على النبي، في الخليط اللي هو البلدي على مسكوفي، البطة بتتباع ب20 جنيه، تمام. فطبعا كل واحد بيربي لهدف معين، يعني ممكن انت تربي كتجارة، او ممكن انت عايز تكبر المشروع اللي هو بحيث مثلا بدل ما انت بتبيع بطن واحدة تبيع لأ بطن واتنين وتلاتة واربعة، تمام. انا ان شاء الله ناوي ان شاء الله لما دول يشتغلوا انا ناوي ان انا اسير بطتين ولا حاجة، تمام، مع الدكر ده برضو، وهيكون بردك من نفس سلالة البط دوت. وبرضو ان شاء الله هتابع معاكم ازاي يعني ان شاء الله ما البط يبيض ويطلع، ان شاء الله هفضل متابع معاكم. فاللي هو يعني الوقت انت جايب زي مثلا كده دكر وانتيتين، فانت هتعمل ايه؟ لو انت عايز تكبر المشروع ممكن اللي هو تسيب مثلا دكرين وعشرة نوتي، تمام. فبدل ما انت هتاخد بطن او اتنين هتاخد 10 بطون، ممكن انت تبيع عمر يوم، تبيع عمر شهر، تبيع عمر شهرين، تبيع بالكيلو عمر 4 او 3 شهور، كل واحد وعلى حسب هو دماغه فيها ايه بالظبط وبيفكر ازاي، او عايز يعمل ايه، او يكبر المشروع بتاعه ازاي، تمام. فانا ان شاء الله برضو مش اللي هو هكبره قوي، انا اللي هو يعني دكر و4 نت كفاية قوي، عشان برضو المكان وكده. طبعا انا حاططهم هنا في مكان لوحده، معزلهم عن الفراخ، لان البطه اللي هناك دي مبشره بالبيض، ان شاء الله في خلال ايام هتبشر. وحاطط لهم طبعا الوصفه اللي انا عاملها اللي هي بتاعت البيض، تمام. ولو انت عايز تكبر المشروع اكبر واكبر، ممكن ان انت تربي بط بس، مش يعني انا عندي هنا البط وعندي الفراخ وعندي الرومي. طبعا الفراخ اللي هناك ديت دي لسه فراخ جديدة، ودي الفراخ اللي هي اللي عندي. تمام. وده الرومي اهوت برضو، طبعا هعمل لكم برضو فيديوهات عن الرومي. فاللي هو المشروع هيبقى سهل جدا، كل اللي عليك انت محتاج مكان بس مش اكتر، واي حاجة تانية بيكون امرها سهل، تمام. يعني دكر زي دوت انا جايبه بالظبط بالظبط ب192 جنيه، الدكر ده عامل 3.5. البطتين دول جايب البطة اللي هناك ديت كانت عاملة 2 الا ربع، تمام، جايبها اللهم صل على النبي ب75 جنيه، لكن البطة ديت انا واخدها من جماعة قرايبي، تمام. هي لسه هي مبشرتش اصلا بالبيض، لسه شمرت. فان شاء الله يعني هيبدأوا ان هم يشتغلوا كلهم، وهوريكم ازاي برضو انا هكبر المشروع ده ان شاء الله بوجودكم. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك
ولو لسه بتشوفني لأول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي، ولو عندك أي سؤال سيبولي تحت في التعليقات.